بعد الموسم الصعيب اللي عديته اتحاد جمدة، عم ناول شنو حضرته للموسم هذا على مستوى الإطار الفني وعلى مستوى الانتدابات؟ على غرار الموسم الماضي معناتها كانت النتائج متاعنا صعيبة شوية. سنة معناتها دخلنا إن شاء الله بطموح جديد، هيئة جديدة. طموحنا إن شاء الله سنة مرتبة خامسة سادسة سابعة، أكثر من سابعة بكون مانيش فرحان برشا. لأجل هذايا رجعنا الثقة في إطار الفني سي فيصل الحصايري وسي الدكتور محمد الزوج اللي هو مع الدكتور في البريباراسيون فيزيك، وزدنا تعاملنا مع الفريق بكيني معناتها ديما موجود بصفة آلية متواجد في التمارين في المقابلات. بالنسبة للانتدابات قمنا بانتداب حارس مرمى خليل بلفقي، حارس مرمى معناتها ليكيب ناسيونال جونيور معناتها الفريق الأوسط الفريق الوطني الأوسط، وقمنا بانتداب معناتها عمر سعيد من بني خيار، هذوما زوز فرق اللاعبين، وقمنا بالانتدابات العادية نتاع جرمدا نتاع السنة الماضية، وجدي الجربي، غازي العيادي، ومحمد أمين بلغيث، إن شاء الله ربي يعيننا صنع. على حسب الانتدابات ماهيش معناها برشا انتدابات، احنا جبنا ثلاثة ملاعبية حارس مرمى الجارديان وأريير وديمي سونتر، معناها هذا هما وعملنا على أولاد الجمعية، هذا هو اللي عملنا السنة إن شاء الله. على مستوى الإطار الفني نشوفوا سي فتحي بوشعالة. سي فتحي بوشعالة غني على التعريف، معناها نعرفوه كفاءة كبيرة وخدم في الناسيونال أ وخدم في الناسيونال بي وربي يعاونه. نقولوا هذايا انتصار الخبره، خبره اتحاد جرمده اللي عنده اكثر من 5 مواسم يظهر لي في الناسيونال اعلى على اتحاد ساقيت الزيت اللي يعتبر الوافد الجديد على الوطني. طبيعي الخبره عندها دورها في المقابلات كما هذه. رحبوا بنادي ساقيت الزيت ضمن النخبه الوطنيه. اتحاد جرمده بدا يكسب الخبره، اللاعبين نتاعو زاد كيف بداوا يكسبوا الخبره، يضم العديد من الشبان. دعمنا الفريق بعض العناصر وان شاء الله بمزيد الانسجام ومزيد الوقت ان شاء الله يزيدوا يتعقلوا اكثر، وان شاء الله الاضافه تكون مرجوه. مردود ممتاز تزامن مع انتصار اتحاد جرمده، اول انتصار في الموسم. والله الحمد لله كملنا من اول، بدينا من اول مباراه لاخر المباراه بنفس النسق، حاولنا نتكيو الادفرسير حسب اللي فوت نتاعو، والحمد لله خدينا النسق في الشوط الثاني، خدينا عليهم 3 و 4 بوان، قعدنا لاخر الماتش الحمد لله. الاولاد نقول لهم برافو. راك تعرف ديربي، يعني سواء الشيحيه ولا ساقيت زيت ولا جرمت كلهم ديربي، يعني تسمى من نوع تراز كبير ياسر. الحمد لله اليوم حصلنا 3 بوان تاعنا، ان شاء الله نكملوا على المنول هذا وان شاء الله نعملوا ما خير قدام ان شاء الله. اليوم قدمت مردود ممتاز، ريناك تصديت البرشا كور مع ساقي. والله تويك في الهاند بال نتاع تويك الجارديان هو 50% من ليكيب، معناتها انا جيت لهنا باش نقدم معناتها مردود اللي يلزمني نعطيه، وعاونت اصحابي مي ريزولتا معناتها ما جاتش خاطر بدينا بريباراسيون ماخر شوي. على غالب الماتش من اول ماتش لاخر ماتش كان سيري الماتش، اما على غالب الاكسبيريونس نتاع جرمدا كي دوميني في الاخر ظهر لي الكيب نتاعنا مازالت جون وضيعنا جاي الجديد اغنيغ مينيوت، جونا بوكو دوكازيون باش نربحوا،
ضيعنا الكور الله غالب هذيك الاكسبيريونس تاع جرمدا ان شاء الله وفي ميزور بقيت الماتش شويه نزيد نتحسنوا نجموا نرفعوا طرحنا ان شاء الله. قدمنا مردود طيب ونشكر جميع اللاعبين على المردود اللي قدموه رغم الهزيمه اللي يمكن اربع نقاط ما تعطيش صوره للمباراه اللي كنا نجموا نخرجوا متعادلين وكنا نجموا نخرجوا منتصرين. يمكن قله التركيز في بعض اللحظات خاصه انه لاعبين اول مصاب حاليا في القسم الوطني ا باستثناء زوز ولا ثلاثه لاعبين كلهم جدد اول مره يلعبوا في القسم الوطني ا وقله التركيز يمكن مع عندنا شويه اصابات مع بدينا شويه روتار بدينا تحضيرات مي ان شاء الله في قدم الجولات ان شاء الله يتحسن المردود وان شاء الله تشوفوا ساقية الزيت خير من هكا.